مقاطعات بالسن. محطة الكهرباء في قطاع غزة تتوقف مجددا، وتبادل الاتهامات بين السلطة والحكومة المقالة حول المسؤولية. وتشاهدون في فقرتنا من الناس التي تأتيكم بعد جولتنا الإخبارية الجزيرة منتصف اليوم. حصار غزة يحول عمليات زرع قواقع لأطفال المصابين بالصمم من نعمة إلى مشكل. كانوا يقولوا لي بنتك هادية، ما كانوش يعني كنت عارفة أنه هادية، يجوا يقولوا لي ناس هادية، طلعت آخر شيء أنها ما بتسمعش. ايش بدي اقول لك لما طلع في بنتي؟ لما طلع في بنتي قلبي بتمزع عليه. لانه مش قادر اعملها. اهلا بكم من جديد. قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان ان عناصر الحركة قتلوا 10 أجانب كانوا يقومون بحملة تنصيرية في بدخشان بشمال أفغانستان على حد وصفه. وقالت منظمة تطلق على نفسها اسم بعثة المساعدة الدولية إن القتلى 8 فقط، وهم أطباء كانوا في مهمة إنسانية، وهم 6 أمريكيين وألماني وبريطاني. ربما لم يدر عدد من موظفي هذه المنظمة أنهم لن يعودوا ثانية إليها، فتواتر الأنباء يصب في اتجاه واحد، قتلى بدخشان شمال شرقي أفغانستان يتبعون لبعثة المساعدة الدولية، وهي منظمة تعرف نفسها بأنها منظمة مسيحية. كل ما نعرفه هو ما زودتنا به الشرطة المحلية. تم العثور على 10 جثث أفغانيان و8 أجانب، ورغم عدم وجود تأكيدات إلا أن الوصف يشبه تماما وصف فريقنا لطب العيون، كل الدلائل تشير إلى ذلك. حركة طالبان من جهتها تبنت قتل المجموعة بتهمة التبشير في البلاد. الحركة قالت إنها وجدت بحوزة المجموعة أناجيل بلغات محلية، إضافة إلى خرائط وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية. هذه الحادثة تعيد ملف التبشير إلى الواجهة من جديد، فقد سبق لحركة طالبان اختطاف أكثر من 20 شخصا من كوريا الجنوبية عام 2007 لقيامهم بأنشطة تبشيرية، كما قتلت موظفة بريطانية في منظمة خيرية عام 2008 لسبب ذاته. وفي العام الماضي أظهر فيلم اعترافات من جنود أمريكيين بتوزيع نسخ من الإنجيل على الأفغان. معركة طالبان ضد التبشير يبدو أنها تسير إلى جانب معركتها الكبرى ضد قوات الناتو، معركة كبدت قوات التحالف حتى الآن خسائر فادحة. ناشدت منظمة المؤتمر الإسلامي الدول الأعضاء سرعة التحرك لتقديم المساعدة إلى باكستان لمواجهة كارثة الفيضانات التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينما ناهز عدد المتضررين 15 مليونا. وحاولت مفوضية شؤون اللاجئين والحكومة الباكستانية إقناع منكوبي المخيمات الأفغان بالانتقال إلى مخيمات أخرى أو إلى أفغانستان، وهو ما يرفضه هؤلاء. أحمد بركات زار بعض المخيمات الأفغانية قرب بيشاور. بين إصرار الحكومة على إعادة توطين سكان بعض المخيمات الأفغانية ورفض هؤلاء القاطع، تستمر معاناة منكوبي الفيضانات منهم منذ حوالي 10 أيام، وهؤلاء المشردون يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في جو شديد التقلبات ما بين حار ومطر. شكوى هؤلاء مستمرة، ومعاناتهم قد تطول في ظل ما يقولون إنه تجاهل كامل لمأساتهم. الأفغان في مشكلة كبيرة جدا، لأنه ما حصل شيئا من المساعدة وشيء من حكومة باكستانية ولا من أفغانستان، فقط أما العوام الناس يساعدونهم. مفوضية شؤون اللاجئين المعني الأول بمأساة هؤلاء بدأت توزيع بعض المواد الأساسية على المنكوبين،
وتعترف المفوضية بأنها تأخرت في تقديم العون لأكثر من 40,000 عائلة أفغانية نكبتها الفيضانات. والأسباب حسب مسؤوليها صعوبات وتوصيل المساعدات والجدل حول إعادة التوطين. نحن مستمرون في الحوار مع شركائنا في مفوضية شؤون اللاجئين الأفغان والحكومة الباكستانية لإعادة توطين هؤلاء المشردين، لأن الوصول إلى مخيمهم بات صعبا. كثير من دول العالم ومن بينها قطر والسعودية ودول أخرى عربية وأجنبية استجابت لنداءات الإغاثة، وتصاعدت وتيرة وصول المساعدات الدولية التي سلمت للحكومة الباكستانية تمهيدا لتسليمها للمنكوبين في مختلف المناطق. ومع ذلك لم تصل يد المساعدة لكثيرين رغم مرور وقت كاف على بدء الكارثة. نناشد الحكومة مساعدة الفقراء مثلنا، وخاصة أننا مقبلون على شهر رمضان ولا ندري ما العمل. ندعو الله أن يعوضنا عن بيوتنا، ونريد من الحكومة أن تتذكرنا بالمساعدة. هطل الأمطار بغزارة أعاد الأمور في المناطق المنكوبة إلى المربع الأول، وأدى إلى أضرار جديدة شملت الأرواح والممتلكات. نكبة تلو نكبة وتشرد تلو تشرد، ولسان حال هؤلاء المشردين يقول: إلى أين المفر وأين المستقر؟ فالنكبات تلاحقهم أينما حلوا وارتحلوا. أحمد بركات، الجزيرة، من إحدى المناطق المنكوبة بالفيضان قرب بالشاور. وفي الهند قالت الشرطة أن 130 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 600 آخرين في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على ليه الواقعة في القطاع الهندي من كشمير. من جهة أخرى قالت وزارة السياحة الهندية إن عددا من الأجانب تضرروا من الكارثة، وهطلت أمطار ليلا ملحقة أضرارا بالمنازل والمباني الحكومية، وأوقفت الرحلات الجوية في منطقة تشتهر بطبيعتها السياحية. ومعنا من جدة هاني البنا مؤسس الإغاثة الإسلامية ورئيس المنتدى الإنساني العالمي. سيد البنا، كيف تقيم مستوى المساعدات الإسلامية لباكستان في محنة الفيضانات هذه؟ أولا نشكر منظمة المؤتمر الإسلامي التي بادرت بإعلان هذا النداء، ولكن نريد أن المساعدات التي وصلت أو لم تصل إلى الآن تعد يعني شيء خطير جدا في الاستجابة لهذه الكارثة. 15 مليون مشرد تحت الماء منذ حوالي أسبوع، وقبل 5 أعوام قتل من باكستان أكثر من 90,000 في منطقة كشمير، وشرد مئات الآلاف، ولم تعطي أو تلتزم كثير من الدول والدول المانحة بالوعود التي أعطتها لباكستان في عام 2005 في أثناء الزلزال. نحن نتمنى أن تصل المساعدات اليوم وأمس وغدا، لأن حالة النازحين هناك سيئة جدا في أكثر من منطقة في الشمال الغربي، منطقة بلوشستان وفي منطقة البنجاب، واليوم أو أمس تفجرت بعض الأنهار في منطقة السند في قريبة من كراتشي. كل هذه الكارثة لا تحتاج فقط إلى بعض الإعلانات أو بعض التوجهات أو بعض النداءات العاطفية، ولكن تحتاج إلى تدخل دولي كبير جدا. والذي يؤسفني أن كثير من المؤسسات في الغرب بدأت فعلا بحملات قوية، يعني في بريطانيا مثلا أمس جمعت لجنة الطوارئ الدولية لفئة 13 مؤسسة غير إسلامية 5 مليون دولار في خلال ساعتين، ودي هيئة شعبية. كنت أتمنى أن تكون هناك هيئات إسلامية وعربية تقف هذه الوقفة الجريئة القوية بمنتهى الحرية لتعبر عن فعاليات العالم العربي والعالم الإسلامي لكي تنقذ هؤلاء المساكين الذين يعانون من هذه الكارثة الكبيرة. هم نعم. 15 مليون نفس. سيد هاني عفوا، نعم. كيف تفسر ما يبدو تثاقلا دوليا في تقديم المساعدة لمنكوبي الفيضانات والسيول في باكستان؟ لابد أن نقسمه على جزئين، الجزء العربي والإسلامي، وأعتقد أن المؤسسات العربية والإسلامية غير مفعلة وعليها قوانين تمنع حركتها الفاعلة المفعلة لكي تكون هي الأولى في الاستجابة لهذا هذه الكارثة، في ناحية تحويل الأموال، من ناحية دعم المؤسسات العربية والإسلامية للخروج لهذا المجال. أما في الجزء الدولي الكبير فالناس ما زالت تنظر إلى منطقة باكستان ومنطقة أفغانستان عليها منطقة لحرب الإرهاب، الحرب على طالبان والحرب على القاعدة. ولا بد أن نفرق
بين المأساة الإنسانية التي تصيب أكثر من 15 مليونا يتشردون الآن، ونخشى من انتشار الأوبئة بينهم، وبين الحرب على مجاميع صغيرة تكون إرهابية أو غيرها تحاربها قوات الناتو أو تحاربها القوات الأمنية والاستخباراتية. هناك لابد ألا يكون هناك خلط في الأوراق بين هاتين. يعني أنا لم أرى أي دولة كبيرة أو أي نداء من الأمم المتحدة بعد يقول نحن نريد مثلا 100 مليون أو 200 مليون أو 500 مليون دولار لهذه الكارثة. هي مصيبة كبيرة جدا. نحن لا نريد أن نتحول إلى عاطفيين فقط، لكن نريد أن نكون واقعيين. نحن أمامنا كارثة 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 شديدة جدا تفكرنا بكارثة الفيضان الذي حدث في بنغلاديش في عام 1990، والذي راح فيه يعني كان فيه من يعني تأثر به 25 مليون نسمة في بنغلاديش، عاشوا تحت المياه قرابة شهرين. العالم العربي والعالم الإسلامي ليس فقط يعاني من هذه الكارثة في باكستان، لكن هناك مجاعة أخرى في النيجر وهي دولة إسلامية، وهناك مجاعة أخرى في جنوب السودان وهي دولة إسلامية غير إسلامية. حينما ننظر إلى مثل هذه الكوارث الكبيرة جدا، لابد أن تكون لنا أجهزة وتكون لنا مؤسسات إنسانية تستطيع أن تكون هي المبادرة في هذا العمل، سواء كانت مؤسسات شعبية أو مؤسسات حكومية ورسمية. نحن تعلمنا في العام الماضي من الكارثة التي حدثت في السيول في المملكة العربية السعودية، وتعلمنا أيضا مما حدث في الفيضانات في أمريكا منذ 5 أعوام كذلك. فلابد أن نفعل مؤسسات المجتمع المدني الداخلية، لأن أصبح العمل الخيري صناعة وأصبحت حرفة وليس مجرد يعني تنجل. شكرا جزيلا لك هاني البنا، مؤسس الإغاثة الإسلامية ورئيس المنتدى الإنساني العالمي من جدة. ونعود إلى الملف الرئيس في سياق الجزيرة منتصف اليوم، وهو من أفغانستان، حيث أعلن المتحدث باسم حركة طالبان أن عناصر الحركة قتلوا 10 أجانب كانوا يقومون بحملة تنصيرية في بدخشان بشمال أفغانستان على حد وصفه. وقالت منظمة تطلق على نفسها سنباثة المساعدة الدولية إن القتلى أطباء كانوا في مهمة إنسانية، وهم 6 أمريكيين وألماني وبريطاني. ومتابع لهذا الملف معنا من كابول داود سلطان زاوي، النائب في البرلمان الأفغاني. سيد زوي سواء